أشاد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية لي زهاسوم اليوم بريادة الملك محمد السادس وبالنتائج الملحوظة التي حققها المغرب في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد المسؤول الصيني لي زهاسو خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عبر تقنية المناظرة المرئية أن المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ شهر غشت الماضي أعطت دفعة جديدة للشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19 على الخصوص. وبحسب بلاغ لمجلس النواب فإن رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية أفاد بأن بلاده التي سبق لها أن زودت المملكة بعدد مهم من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 ستحرص على تزويد المملكة بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.